عايز استأذنك تسمع الكلمة دي بالتحديد من الرئيس مباشرة. تحدثت مع فخامة الرئيس على المستوى الثنائي في الموضوعات اللي زي ما فخامة الرئيس ذكرها على كيفية تطوير العلاقات في المجالات المختلفة بين البلدين، وتحدثنا أيضا عن تبادل الخبرات والتعاون في المجالات المختلفة، ومنها زي ما ذكر هو كيفية تطوير التعاون في المجال التجاري ومجال الاقتصادي ومجال الثقافة والسياحة، وأيضا حتى المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وأيضا الفرص اللي موجودة سواء كان في مصر أو في أنجولا للمستثمرين. وأنا يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس على تجربتنا في إنشاء المدن، وأن احنا لدينا أكثر من 5000 شركة مصرية تعمل في كل المجالات اللي ممكن تكون مطلوبة في مجال البنية الأساسية، في الطاقة، في الزراعة. بصراحة يعني يمكن الخبرة اللي اكتسبناها خلال السبع سنوات، واحنا يمكن أنشأنا بجانب العاصمة ما يقرب من 24 مدينة أيضا، وكلها من مدن الجيل الجديد اللي احنا مستعدين ان احنا نتعاون مع اشقائنا هنا في انجولا في هذا المجال، ونشجع المستثمرين المصريين اللي هم بالفعل بدأوا يبقى ليهم استثماراتهم وليهم عملهم في انجولا. وبقول ان احنا من خلال اللجنة المشتركة حيبقى في فرصة ايضا او فرصة اكبر ان احنا ننسق ونجهز موضوعات تعطي قوة دفع كبيرة جدا للعلاقات بين البلدين.